يعني على ذكر البحث العلمي، ولانه يمكن ناس كتير في مصر ويمكن دي معاناه يعني العلماء والاساتذه والباحثين بيعانوا منها، انه ما فيش التقدير الكافي للبحث العلمي في مصر، او لا. النظره ليه ما هياش النظره اللائقه او المناسبه. احنا مثلا في الاعلام، وده امر كنت بكلم حضرتك فيه قبل الفاصل، طول الوقت احنا بنعتمد على النظريات الغربيه في بحوثنا ودراساتنا، ورغم انه كل هذه العقود على بدايه الدراسات الاعلاميه في مصر ما عندناش نظريه عربيه او اجتهاد لنظريه عربيه. الكلام ده دقيق لحد لاي مدى؟ دقيق الى حد كبير، لكن الحقيقه يمكن في السنوات الاخيره بدأ يحدث بعض التغيير. هو السبب في الاعتماد على الدراسات الغربية ان الاعلام اصلا كعلم بدأ في الغرب، وبالذات كعلم في الولايات المتحدة الامريكية، الجامعات والاقسام، فباعتبرها هي الدولة الاقدم وهي اللي كانت يعني فيها مصادر المعلومات والكتب والبحوث. فالعالم كله بدأ يقلد النموذج الامريكي اللي هو كان دايما بيعتمد على تجزئه المشكله الى عناصر صغيره ويبحث في هذه العناصر الصغيره. بيحل مشكله العنصر الصغير، لكن ما بيبقاش عنده رؤيه كليه او رؤيه كليه للظاهره اللي المفروض ان هو بيدرسها. بعد سنوات كثيره الحقيقه في يعني في الستينيات والسبعينيات بدات في دول اوروبا، فرنسا والمانيا، يبقى في حاجه اسمها المدرسه النقديه اللي هي تنظر للبحوث مدرسه فرانكفورت، تنظر للبحوث بشكل نقدي وبرؤيه اكثر شمولا، وما تعتمدش على انها تقسم المشكله الى عناصر صغيره على النمط الامريكي. وبالفعل ظهرت نظريات اوروبيه مختلفه تماما عن عما يسود في الولايات المتحده الامريكيه. في مصر احنا بدأنا الدراسات بتاعتنا كدراسات تاريخية، كان الاعلام عندنا عبارة عن تاريخ الصحافة، تاريخ رئيس التحرير فلان الفلاني، كلها توثيق تاريخي. وبعدين اما اتجه بعض الاساتذه للدراسة في الخارج وبالذات في الولايات المتحدة الامريكية اتوا بالمدرسة الامريكية، فبقى نسبة كبيرة جدا من البحوث تحذو حذو المدرسة الامريكية. في مرحلة ثالثة بقينا يعني نحاكي البحوث النقديه في الاوروبي، في المجتمع الاوروبي. في السنه العشرين سنه الاخيره بدا يظهر نظريات او اجتهادات بالذات في دول شمال افريقيا يا دكتور محمد، في المغرب المغرب وتونس والجزائر. والدراسات دي هم عندهم طفره كمان في العلوم الاجتماعيه بشكل عام، بشكل كبير جدا جدا. ده حقيقي، وجرأة في التناول. احتكاك يا دكتور محمد، احتكاك قوي جدا جدا بالمدرسة الأوروبية. يعني ما فيش حد عضو هيئة تدريس في أي جامعة من جامعات شمال أفريقيا لا يتردد على الجامعات الأوروبية مرات ومرات، ويكتسب خبرات ويحضر مؤتمرات ويدرس لفترات معينة، فبالتالي اكتسبوا خبرات كبيرة جدا. بدأ البعض منهم فعلا ينشئ نظريات يمكن تطبيقها على البيئة العربية. واعتقد ان الاتجاه ده يعني في تصاعد في الفترة الأخيرة.